عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم تدبيرة خفيفة وسهلة كيفاش نحتفظوا بالثوم العولة بطريقة سهلة ولمدة أطول بلا ما ينوض معنا ويبقى على حاله. طريقة سهلة ومبسطة، حنوريكم كيفاش ننشروا الثوم، كيفاش يعني نقوه، كيفاش نحتفظوا به. تفضلوا معايا نبدأ على بركة الله. بسم الله. أول حاجة طريقة نشر الثوم هو أنه نزربعوه، يعني ما نخلوهش ربطة، نحاولوا أنه نفرزعوا الثوم تاعنا، نحطوه في نفرشوا له أي حاجة وننشروه عادي كما راكم تشوفوا، وهو ماشي مربوط، يعني حبات حبات باش يسهل عليكم أنه يجفلكم بسهولة. طريقة سهلة ومبسطة كما راكم تشوفوا، أنا حنوريكم فقط يعني حوالي كيلو، نتوما استعملوا يعني العولة يعني كمية كبيرة، أنا ما نقدرش نصور لكم كمية كبيرة، صورت لكم فقط هذه الكمية. هنا راح نخليه حتى ينشف معايا الغصن تماما، يعني كي نشوفه نشف نبداو طريقة الاحتفاظ به. هنا بعد ما ينشف لي ويجف تماما راح نحيه بسهولة، راح الغصن هذاك تاع الثوم راح يتنحى بسهولة كما راكم تشوفوا. طريقة سهلة ومبسطة والثوم تاعكم ينشف لكم يعني بسهولة وتحتفظوا به وهو يعني يابس، ما تخافوش انه ينوض لكم. كما راكم تشوفوا هنايا راح نحي كامل الحبات اللي عندي، شوفوا ما شاء الله يعني نشف وراهو يعني تمام التمام. كما راكم تشوفوا هنا هذه الحبه يعني ما شاء الله كبيره، راح نحيهم كامل ونوري لكم يعني طريقه الاحتفاظ به. طريقه سهله بدون مجمد، بدون ثلاجه عفوا، وتحتفظوا به لمده اطول ان شاء الله. اهم شيء نديروه في مكان يعني يكون فيه الهواء، في البالكو ولا في اي حاجه تكون يعني مهويه. كما راكم تشوفوا هنايا ناخذ انا هذه السله، هذه السله معروف عنها انه نشوف فيها التين ونشوف فيها يعني الفواكه اللي تتباع على الطرقات. كما راكم تشوفوا هنايا راح ناخذ سكين ونحاول ننقي الحبه تاع الثوم بهذه الطريقه. تبعوا مراحل يعني تنظيف الحبه تاع الثوم كيفاش نقوها باش يعني نتجنبوا انها تنوض معانا وتشد لنا مده طويله. كما راكم تشوفوا نحو نحو الاسفل تاعها، يعني دوك اللي يجي من الاسفل، لكن بدون ما نقيسوا السنه تاع الثوم، يعني حاولوا انكم السنه تاع الثوم ما تقيسوهاش بالموس. بهذه الطريقه راح يشد لكم مده طويله وتحافظوا عليه لمده اطول. كما راكم تشوفوا انا الجهه السفليه راح نحيها تماما، لكن دون يعني بلا ما نقيس السنه تاع الثوم، نحي لها ايضا القشور اللي تجي من فوق تاع الثوم بهذه الطريقه، يعني نقوها مليح. واذا كان فيه سنات يعني خاسرين نحوهم عادي. طريقة سهلة والثوم يشد لكم مدة طويلة وتحتفظوا به يعني في مكان يكون مهوي كما راكم تشوفوا هنايا. واهم شيء يعني في المراحل كامل هذو انه تنقوه منيح، يعني اي سنة تكون يعني خاسرة نحوها، وايضا الجهة السفلية تتنحى يعني تماما كما راكم تشوفوا بلا ما نقيس سنات الثوم. وكذلك يعني السلة تكون متهوية، يعني السلة يكون فيها ثقوب باش يدخل لها الهواء وما يخسرش معنا الثوم. بهذه الطريقة راح نكونوا تجنبنا انه الثوم تاعنا ينوض لنا ولا يخسر في فصل الصيف ان شاء الله. هنا بالنسبه لي يخبوا العوله يستعملوا نفس الطريقه كما راكم تشوفوا، هذه الحبه راهي خاسره معايا. هنا راح يساعدنا انه نقوا الثوم تاعنا مليح كما راكم تشوفوا، هنا هذه ما نحتاجهاش. نكمل باقي الكميه بنفس الطريقه ونوري لكم يعني النتيجه النهائيه للثوم تاعي. انا هذه الكميه قليله، انتم استعملوا يعني الكميه اللي تحتاجوها للعولة. بهذه الطريقة انا تعمدت اني نكمل لكم الفيديو باش تشوفوا الطريقة. كما راكم تشوفوا هنايا راح نكمل كامل الكمية اللي عندي ونوريكم النتيجة النهائية. هذه هي الثوم تاعي راه واجد، نقدر نحتفظ به لمدة اطول يعني في البالكون، نعلقوه في البالكون ويشد لي مدة اطول بلا ما يخسر معايا. نتمنى الفيديو يكون عجبكم والطريقة تكون فادتكم وتجربوها ان شاء الله. سلام.